نعم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه وبرنامج بين الناس، وبعدنا متواصلين من امام بوابه الخضراء، ولمره اخرى ونرجع ونقول انه احنا اليوم مع خريجي القانون، ليس فقط معاناه الشباب، ايضا وجود الكادر النسوي ومعاناته وتضامنه ووقوفه مع الشباب من اجل فرصه العمل ويعني الابتهاج بثمره الدراسه. نتمنى الخير ايضا بوزاره العدل انه هلت الهله بخريج القانون، خريج القانون اللي تعب ومحتاج فرصة عمل، حتى القطاع الخاص اللي بجميع الوزارات حاليا أصبح ضعيف، فيتم الخير بوظيفة تليق به وبدراسته، يفرح أولا لنفسه وبعد ذلك يفرح لعائلته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون وضعكم؟ الحمد لله. خروجكم في ظل هذه الأوقات ومساندتكم للشباب. والله مثل ما تشوفوا بهذا الجو الحار جدا، يعني احنا كادر محامين العفو قانونيين جميعا نساء ورجال تواجدنا اليوم هنا، مطلبنا واحد اللي هو تعيين. احنا من نقول تعيين تجينا يعني تقول تعيين ماكو، هذا ما يخالف، بس احنا يعني عنصر مهم بالدوله وبكل الوزارات، سواء وزاره العدل، الدفاع، الامن، غيرها، الصحه، كل دائره بها غرفه قانونيه. زين، حتى انت تقدر بالمستقبل تسوي يعني تفرز استحداث ماده قانونيه او غيرها، هاي بعد امور اخرى، المهم هو تعيين. معولين كثيرا على الماده القانونيه. نعم. والافضل يعني للمجتمع ايضا، واحنا مثل ما تشوف شريحه مظلومه جدا بسبب الاعداد الكثيره زين اللي متواجده، ونساء